تنتشر العديد من الشائعات والأقاويل حول العمليات الجراحية، وهو ما يؤدي إلى خوف الكثيرين من إجراء أي تدخل جراحي، ظناً منهم أنه عند إجراء أي عملية تزداد الحالة سوءاً، وبالأخص جراحات العمود الفقري التي أدت إلى ظهور الكثير من الشائعات أدت إلى خوف ورعب كبير من إجرائها. طبعاً في خرافات كثيرة بالنسبة للعمود الفقري وجراحات العمود الفقري متداولة بين الناس، متداولة على الإنترنت وعلى الويب. أغلبها طبعاً فعلاً هي خرافات ما لها أساس علمي. طبعاً في الإنترنت صار يعمل وعي عند الناس، ولكن من الطرف الثاني في معلومات خاطئة كثيرة على الإنترنت. واحد لازم كنصيحة يعني يتأكد من المصدر المعلومة، هل هي خرافة ولا في، يتأكد لما يتكلم مع الطبيب مثلاً المختص. يرفض الكثير من الناس اللجوء لأي عملية جراحية في مجال العمود الفقري لأنه الركيزة الأساسية لاستقامة جسم الإنسان، وهذا ما يجعل البعض يتجنبون إجراء أي عملية جراحية إلا إذا كانوا بحاجة ماسة لها. وفي هذا السياق دائما ما يكون رأي الطب هو الدليل الأوضح لتفسير هذه المعتقدات. فهل يا ترى جراحات العمود الفقري تسبب الإعاقة لمن يلجأ لها؟ طبعا في خرافة أغلب الناس تؤمن فيها يعني تصدقها، أنه عمليات العمود الفقري الجراحات خطيرة جدا، وفي نسبة كبيرة جدا أنه الإنسان يمكن ينشل أو يفقد القدرة على التحكم بالبول والأشياء مشابهة يعني. هذا طبعا مش صح. عمليات خطيرة بهالدرجة ما يمكن تتعمل بشكل واسع جدا على نطاق العالم، في مئات آلاف العمليات يوميا بتصير. الخطورة ضئيلة جدا جدا، نسب ضئيلة جدا، خاصة عمليات العمود الفقري في أسفل الظهر. الحبل الشوكي ينتهي عند البشر في منطقة أعلى بين الفقرة القطنية الأولى والثانية، ما بتوصل لتحت. يعني عمليات العمود الفقري أسفل الظهر مستحيل يؤدي إلى شلل، لأنه الحبل الشوكي مش موجود أصلا، مش متواجد في هذا المكان. وأغلب عمليات العمود الفقري تتعمل بشكل غير مباشر، نحن نرفع الضغط عن الأعصاب، نشيل القسم الضاغط، ما نتلاعب مع الأعصاب يعني. وكل العمليات هي إما بتكون بتكبير جيد جدا بالمجهر أو المايكروسكوب الجراحي أو بالمنظار، عندنا رؤية جيدة جدا. وكمان الناس لازم تتصور أنه الأعصاب مش موجودة لحالها هيك، هي مغلفة بسائل موجودة داخل كيس، ما هي حساسة جدا لأي شيء نلامس فيه. إذن الإعاقات أو الشغلات اللي بتصير نادرة جدا جدا. الوضع مختلف قليلا إذا المشكلة في العمود الفقري الرقبي. في أمراض معينة هي خطيرة أصلا من البداية، وإذا ما تعالجت حتأدي لها الشلل. في نسبة صغيرة جدا من هدول الناس يمكن يتفاقم عندهم بعد العملية، ضئيلة جدا، بس أغلب الناس تتحسن. وهي الإحصائيات العلمية والدراسات العلمية كلها بتأكد هذا الكلام. نصيحتي للناس كلها، طبعا ما فينا ننصحهم يروحوا على الإنترنت، صار قسم من حياتنا طبعا، بس ما يفكروا أنه المعلومة اللي أخذوها أول شيء يتأكدوا من مصدرها. المصدر مهم جدا، المعلومة جاية من وين، الأصل المصدر الرئيسي يمكن يكون في لينك رابط. طبعا في مؤسسات كثيرة، مستشفيات، مؤسسات طبية، هي عاملة ويب سايت أو أماكن لتوعية الناس. هدول الأكثر شيء فينا ننسق فيهم، ومشروحة للناس بطريقة جيدة جدا. بعيداً عن الشائعات والأقاويل، زيارة الطبيب المختص هي خطوة أساسية لتحديد ما إذا كان العلاج يتطلب حلاً بسيطاً أو يتطلب عملية جراحية، فحفرة الخرافات الطبية أوقعت العديد من الناس في جحرها.